مشاهدينا سعدك يا وطن، هذا الأوبريت الجميل اللي كان على الهواء يعرض الآن، نقله إلى استديوهات الظفرة، وفرحة ما بعدها فرحة مع فرحة الإمارات وسهرتنا الفنية لهذه الأمسية. لكل لحظة روادها، ولكل نجاح قصته، ولكل انتصار أبطاله، ولكل قافية شعرائها اللي أبدعوا نظما لا تمل الآذان من الاستماع إليه، وبالتالي القلوب حتى تحن إلى النبض على إيقاع قافيته. وفي هذه السهرة الفنية يسرنا أن نكون معا، تكون معانا الفنانة الممثلة شيماء سبت والمطرب الفنان عبد الرحمن الجنيد. يا مرحبا فيك يا أستاذة. هلا مرحبا فيكم ومساكم الله بالخير. مساك الله بالورد. سعيدة جدا. أولا حبيت يعني قبل كل شيء أهني أخواني وأهلي وحبايب قلبي بالإمارات حكومة وشعبا باليوم الوطني المجيد اللي هو مو بس عيدكم، نحسه عيدنا احنا بعد. احنا صحيح. الامارات والبحرين عينين براس واحد وما نفترق عن بعض، دم قرابه اهل حبايب ومصير واحد. ويا الله يا رب، يعني كل اللي اتمناه من قلبي ان الله يجعل هالبلد امن ويعمي عين الحساد عنا يا رب. امين امين. وسعيده جدا لان هذا اول لقاء لي على قناه الظفره. منوره قناه الظفره يا شيماء. طبعا مو اخر مره قعدت لكم. منوره. حاضر. نحن لنا الشرف انك تكونين معانا استاذه شيماء. حبيب قلبي. اليوم وباكر واللي عقبه ان شاء الله. منوره. يا مرحبا. عبد الرحمن. مساء الخير. مساء النور، امسي عليك اخوي خليفه واختي خديجه. يا مرحبا. هلا والله. واحب اتقدم باسماء التهاني والتبريكات الى مقام سيدي سمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان. الله يحفظه. والى مقام سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد والى حكام الامارات السبع. الله يحفظه. والف الف مبروك دولتنا العيد الوطني الثالث والاربعين، وان شاء الله انكم تستانسون في تبوهم يستانسون؟ دام في هالارض الطيبه الكل مستانس. اكيد صح لسانك. اكيد. زين نسمع شيء نمسي على مشاهدين الظفره ان شاء الله. شو نسمعهم؟ شيء وطني عبد الرحمن. نسمع شيء وطني. يلا. طبعا نغني شيء وطني، هذه اخر اغنيه نزلت لي من كلمات زايد الميسري. نعم. من الحان سفير الالحان فايز السعيد. نعم. نوجه له تحيه. ومن توزيع فتوح راضي. نعم. نسمع. نسمع يلا. يلا في الوقت. بقيت كل الكبار دار انغلاها بصدرنا ما له حدود، ولها تهون ارواحنا وكل الاعمار دار انبنى دار كل الكبار دار انغلاها بصدرنا ما له حدود، ولها دهون ارواحنا وكل الاعمار دار بناها زايد بعزم وجهود، كرس حياته لاجلها ليل ونهار. يا كيف قالوا مات ما هو بموجود، ما مات دام خلف شيوخ احرار. عمار يا دار له العالم شهود،
عمار يا دار سبقت كل الكبار وشر يا ابو خالد وحنا لك حشود تمر وحنا للوطن درع وستار احنا حزامك نظهر بوقت الشدود واحنا حزامك ليل وطن قد وقدود نذر علينا نحمي الارض والدار وتباشري يا دارنا ورقي سنود في عهد ابو سلطان وشيوخ كبار. الله عليك لسانك ما شاء الله. طبعا عشان ما يزعلون علينا عبد الرحمن وعبد الله وحمد مسي عليكم بعد بالخير. يا مرحبا بكم يا حمد وعبد الله. طبعا عبد الرحمن انت تعرف اني انا اعشق صوتك وهذا من زمان ونحن ربع واصدقاء ولكن من بعد صوتك هذا الصوت الشجي الجميل بننتقل الى فنانتنا شيماء سبت فنانتنا الخليجيه طبعا من البحرين الشقيقه خبرينا شو يوحي لك الاتحاد الاماراتي هذا نحن الحين في السنه 43 ان شاء الله يدوم لنا مليون سنه خبرينا عن هالاجواء امين اولا اقول لك الامارات جزء يعني جزء مني من انا بحرينيه نعم ونص الثاني اماراتي مش بالنسب ولا يعني ولا ان انا اقول لك ان انا يعني ابوي اماراتي ولا امي اماراتي بس انا دمي اماراتي انا عشت في هالبلد 10 سنين اكلت من خير هالبلد وبعد فضل رب العالمين فضل هالبلد علي برقبتي يعني مثل واجبي اتجاه البحرين احس ان انا عندي واجب اتجاه ديرتي الثانيه الامارات ما قصروا معي والحمد لله يعني حصلت انا احلى وافضل الجوائز وكنت في من ضمن انا امثل الوفود الاماراتيه كممثله ويعني كاعمال فنيه مثلنا يعني مثلنا دوله الامارات باكثر من محفل وهذا طبعا فخر لي وشرف لي يتمل البحرين عشان اشارككم هذه الاحتفالات بديناها كانت بدينا اول احتفال انا وخواتي كنا في قلعه الرمال المعرض اللي صار كان اول احتفال لليوم الوطني وتواصلنا وامس كنت في احدى الشركات ما يصير اقول اسمها عشان الدعايه وما اعرف شنو لكن اذا دفعوا لي صدقني بقول اهم شيء ما اعرف شنو استغفر الله بعيدا عن الماده يعني احنا ما نتكلم عن الماده زين احدى الشركات الكبيره في ابو ظبي واليوم أنا معاكم وسعيدة إني موجودة بينكم وأشارككم هالاحتفال. ونحن أسعد منورة منورة فنانة وإحنا وراكم ترى مو ببعيد بعدكم 10 أيام أسبوعين عيد ذا بعد. خلاص نحن أنا وخديجة عاد بنركب الطيارة سلمت الله خديجة وبنسير هناك. أنا ما طلعنا فراش بس أمروا تعالوا. أول ما تصير بشرد عنكم. ما تقصر. لا والله نترياكم في البحرين ما تقصرين ما تقصرين وانت في بلادك الثانيه سلمك الله وانت بين اهلك والامارات مشهود لها بمواقفها مو بس عربيا يعني المواقف الاماراتيه البحرينيه شيء يرفع الراس يعني نفتخر بهالعلاقه اللي يا رب الله لا يغير علينا اللهم امين امين, آمين. آمين. عبد الرحمن كيف شعورك الوطني خلني اسميه في هذا اليوم والمناسبه والله فرحة للكل يعني في هاليوم الجميل صراحة أنت لو تنزل تشوف في دبي في أبو ظبي يعني الأماكن كلها الكل بيحتفل الصغير والكبير يعني شعور لا يوصف صراحة نحن صحني في استوديو بس موزعين الزملاء خارج دبي العين أبو ظبي فيعني شعور لا يوصف صراحة يعني أنا في كل مكان أروح أشوف الكل يغني والكل يرقص والكل يرزف الكل يعبر على 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 سجيته وعلى طريقته يعني اقول لك اليوم شفت موقف زين ذي الموقف والله انه يعني صادقة. الواحد فعلا يحمد ربه الف مره انك شفت الغريب قبل المواطن وهو
حامل وشاح الامارات وعلم الامارات ويمشي فيه في كل مكان فخراً. يمشي بفخر صحيح. مبسوط بهالديره مستانس وفعلا يحس ان هذا عيد. وبقول لكم موقف طريف على قبل فتره انا شفت كلب هندي اوكي انه يغنون اغنيه هنديه على الامارات يعني ذي الشيء وايد حبيته انه مقدرين هالشيء والاغنيه كانت وايد حلوه طبعا ما اعرف منها شيء المطربين هالصوت لا بنسمعها من شيء انا تخلي الناس فرحانين تبي تنكدين عليهم خبرنا عن مشاركاتك عبد الرحمن لك مشاركات في فرحه الامارات بس إذن رايك ما عليك ناخذ ايه؟ بس دقيقه تكلمنا عن تغطياتنا نحن خارج دبي نعم والاستوديو نعم فبنروح اول نقله معاكم تغطيه من مدينه العين يلا بنشوف اذا انتقال مع الزميل يوسف المعمري في العين دار الزين مرحبا بك يا يوسف مرحبا يا يوسف تسمعنا كيف الاجواء عندك يوسف شكرا للزملاء في دانة الدنيا دبي وبعد انقطاع دام يعني شيء بسيط نعم. نحن موجودين في وسط الاحتفالات الجميلة في مدينة العين دار الخضراء والجمال هذه المدينة التي كانت أرض صحراء وتحولت إلى جنة خضراء بفضل الله ثم الوالد المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأكمل المسيرة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في هاي الأثناء معي شاعرة جدا متألقة بداية من تعرف عليك اسمي حصة مطر البلوشي نعم حصة شو بتسمعين حصة؟ بسمعكم قصيدة تفضلي يا شموخ عزك الله يا إمارات السلام زينك ربي بحلة زاد عشقك والغرام زايد اللي مد ظله في خليف في خليف أهلك وسام يا إمارات السعادة فرحة أعيادك زيادة فيك أوصاف الريادة زينك ربي ودام زايد والشيخ راشد عام 71 أعلنوا يوم التوحد في شموخ في وعام سلامتكم صح لسانك تسمع لها التحية طبعا متواجدين معنا جمهور جدا جميل في مدينة العين مدينة العين متميزة بجماهيرها الجميلة والمتميزة أيضا معايا احد الضيوف فيني ما ادري وين اختفى وينهم تفضل معي طبعا مشاهدينا نفس ما قلت لكم ان بدت الاحتفاليه هناك ازدحام كثير الكل فرحان الكل قاعد يحتفل من يوله من حربيه من رقصات شعبيه كل شيء موجود معانا في استاد هزاع هذه التحفه المعماريه عندنا ايضا بنتعرف عليك همام محمد سلام والنعم همام خبرني اليوم شو رايك في الاحتفاليه هذه؟ والله تمام الوضع كله يعني الاحتفاليه حلوه وكله تمام خبرني انت الحين من متى هني موجود اليوم؟ تقريبا الساعه 5 زين انت جيت من الاستديو قلت لي عندك كلمه شو حاب تقول؟ بس شوي كاتب على التليفون نبارك لدوله الامارات العربيه وشعب الامارات وحاكمها بعيدها الوطني 43 ونشاركهم الفرحه والله يديم الامن والامان والازدهار دوما لدولة الإمارات ويرحم بانيها الشيخ زايد ويحفظ الشيخ خليفة ويحمي البلاد وكل عام وأنتم بخير وأنت بخير أنت تدرس صف كم؟ 11 11 مولود هني ولا؟ مولود هون الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله مبسوط ومرتاح أتمنى لكم أيام سعيدة وأيام جميلة شكرا لك هم شكرا عفوا أيضا معاي هني بنتعرف عليك عمر عبد الله أحمد شو حاب تقول عمر في هذه المناسبة؟ والله أقول الشعب الإمارات كل عام وأنت بخير ويدوم العز والفخر ويدوم حكامكم العظماء اللي سووا كل شيء الانجازات كل شيء ويدوم الشعب خير ان شاء الله فرح ووسع الشعب ان شاء الله شكرا لك عمر طبعا مشاهدينا الاعزاء نفس مرحبا الساعة عندنا هني احد الشباب الموجودين ما مبين عليك الفرحه والابتسامه الجميله اكيد اكيد يا اخي الفرحه هذا فرحه وطن الكل فرحان 2 ديسمبر فرحه وطن يعني الشعب قياده وشعبا يعني فرحان و اسمح لي ان اقدم في هذه المناسبه الثانيه الى صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد رئيس الدوله والى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الوزراء والى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي والى الشيوخ الكرام الجميع والى شعب دوله الامارات العربيه المتحده فهذه مناسبه فرحه يعني فرحه شعب باكمله فجزاكم الله الخير وهذا الصراحه اول مره في استاد هزاع اتمنى انها تتكرر سنين وسنين ان شاء الله في هذا الاستاد الضخم استاد هزاع بن زايد فرحه الامارات ليست في 2 ديسمبر انما هذه فرحه مستمره
بوجود قيادة رشيدة وقيادة استثنائية. شكرا لك. الله يجزيك. طبعا مشاهدينا الأعزاء أيضا معاي أحد الجميلات لابسة أحلى زي إماراتي، بتعرف عليك؟ شان عبد الله الشامسي. والنعم، شو حابة تقولين؟ أهن الشيخ خليفة وأهن الشيخ محمد بن زايد. شو هاللبس الحلو؟ خبريني عن هاللبس الحلو. عن التراث. منو اختارتك يا؟ أمي. لبس حلو، سلمي على أبوك وعلى أمك، وإن شاء الله نتمنى تكوني فرحانة. أنت فرحانة اليوم؟ مستانسة؟ رحتي مدينة الطفل؟ شفتي سعيد المعمري؟ ما شفتيه؟ يلا نتمنى لكم التوفيق. أوكي. طبعا مشاهدينا نفس ما قلت لكم أن هناك احتفالية كبيرة واحتفالية جميلة في مدينة العين، المكان جدا مزدحم، هناك فرحة، المواطن والمقيم والزائر الكل موجود. أنا قبل ما أطلع على الهواء تفاجأت بمناظر جدا جميلة، شعور جميل من كل شعوب العالم. التقيت مع أسرة من أمريكا لابسين الزي الإماراتي، الأعلام الإماراتية، هناك فرحة، هناك تبادل حب ما بين شعب الإمارات وشعوب العالم. هذا اللي تاكل شيبس، خلونا نشوفه. السلام عليكم. السلام. شو اسمك؟ ملك. ملك شو تسوي اليوم؟ تاكلين شيبس؟ لا، جاي احتفل بالإمارات. من وين ملك؟ مصر. والنعم استعان مصر. شكرا. شو حابة تقولي؟ حابة أقول كل سنة والإمارات طيبة عقبال 100 سنة. بتقولين قصيدة، أغنية، أي شيء؟ غني لنا، مبين عليك صوتك حلو. أنا بحب الإمارات أوي. ما فيش أغنية هنا كده يعني؟ لا ما أعرفش أغاني. الله يعطيك العافية، شكرا لك. نعم مشاهدينا الأعزاء، أيضا طبعا هناك بدأت الاحتفالية. أنا أنظر الآن إلى داخل استاد هزاع، المكان جدا مزدحم. معانا احد الشباب الموجودين. السلام عليكم. سلام. كيف حالك؟ بخير. شو اسمك؟ عبود عبد الله. اسمك عبود؟ اسمه عبود عبد الله. عبد الله اسمك؟ ايه. اوكي عبد الله، شو تسوي اليوم هنا؟ يا حوطة اشوف هزاع بن زايد. استاذ هزاع؟ ايه. احتفل؟ ايه. تبك يود؟ ايه. زين، عرفت مكان اليولة وين؟ شوف، لان المكان طبعا مشاهدينا كبير جدا، احنا بعد مو كاعلام قاعدين نخبرهم بعد اماكن الاحتفاليات. بتروح سيده اخر شيء على يمينك، هناك بتشوف اليوله وبكتيول، اليوله حلوه. زين يلا بالتوفيق ان شاء الله. نعم مشاهدينا، ما زلنا مستمرين في هذه التغطيه المتميزه في استاد هزاع. ايضا معي احد الشباب جايني بابتسامه حلوه. عليكم السلام، تعرف باسمك؟ ابراهيم محمد. ابراهيم من وين؟ من سوريا. والنعم والله، شو حاب تقول؟ اشكر الامارات واشكر الشيخ خليفه ويطول بعمره ان شاء الله. اباك تغني. ما عشان. عيشي بلاد. عيشي بلادي عاش اتحاد اماراتنا، عشتي شعب دينها الاسلام وحصنتك، بسم الله يا وطن. شكرا لك. طبعا على عجله من امره. ايضا معانا هنا احد الشباب. السلام عليكم. شو بتقول؟ خليفه مواليد 2 ديسمبر. خليفه انت، شو اسمك؟ خليفه منو؟ والنعم خليفة، بتقول ايش بلاد؟ شكرا لك حبيبي، تعال بوصف، تعال يلا حبيبي، يعطيك العافية. ايضا ما شاء الله، شو هاللبس الجميل وهذا اللبس الحلو. بنتعرف على اسمك؟ بشاير. بشاير من وين؟ من الامارات. شو حابة تقولين؟ احب بابا خليفة. وشو بتغني لي؟ عيشي بلادي، تعرفينها؟ أنا وياك. يلا بلاد عاشت اتحاد إماراتنا، عشت لشعب دينه الإسلام، هادي القرآن وحصلتك، بسم الله يا وطن. بسم الله يا وطن. شكرا لكم. ايضا مشاهدينا الاعزاء، طبعا نحن التغطيه هني جدا جميله في الحقيقه، ولكن طبعا انا ودي الان انتقل الى الزملاء في دانة الدنيا دبي. شكرا لكم مشاهدينا الاعزاء على متابعتكم لنا. في هذه الاثناء تنتقل الكلمه للزملاء في استديوهات قناه الظفره في دبي. زملاء الاعزاء اليكم الكلمه.
شكرا لك الزميل يوسف المعمري من مدينة العين دار الزين. ونرجع إلى ضيوفنا في الاستوديو. قبل لا نرجع مع ضيوفنا أشوفني كيكة يا خديجة. هاي الكيكة خلي الكاميرا تدخل كلوز عليها لأنها تستحق. أي. وكل الشكر طبعا لمقدم وصاحب هاي الكيكة، مقدمة من بونفيت للحلويات، مشروع إماراتي بالكامل. نعم. شكرا جزيلا. تكملة الشكر بعد ما نذوقها. اي اكيد. انا بعد ما نسكر ان شاء الله، بعد ما ننهي الحلقه الساعه 10 انا اول واحد ان شاء الله بيذوق. ولكن شوفي ما شاء الله الالوان اللي فيها، اللي الوان صدق علم الامارات، علم الامارات طبعاً، اللي تفتح النفس عشان ناكلها. ان شاء الله اللي داخل يكون بس حلو. نرجع شوكليت ولا فانيلا؟ انا اتوقع ان هم مسويين طبقات، فاكيد اللي فوق بتكون ستروبري، اللي في النص فانيلا، واللي تحت شوكليت. انا باكل الشوكليت. انا كراميل، كلش كراميل. شوكليت وضعي مختلف تماما. غير عبد الرحمن شوكليت ولا فانيليا؟ والله انا ما فرقت معي. هذه المهم حلو. دائما انت تحب الحلو وصوتك حلو. انا شفت لك الفيديو كليب من كلمات اغنيتك بمناسبه اليوم الوطني 43 لدوله الامارات، من كلمات الشاعر حمدان الكعبي والحان احمد الكعبي. احمد الكعبي وغنائك طبعا. هي. لو تسمعنا مقطع كذي منها ان شاء الله. ولا ما مجهزينها يعني؟ لا ان شاء الله نقولها طبعا. يمكن ما احفظ الكلمات. ما علي. نحن بس نقول انك تدندن شويه من كلمات الشاعر حمدان الكعبي. طبعا نقدم له تحيه من هذا المنبر اللي نحن فيه. طبعا احب اذكر المشاهدين ان الفيديو كليب من تستخدم الهاند مايك، واذا بعد المخرج لقى الاغنيه موجوده عندنا قد انعرضت على قناه الظفره بنشوفها بعد مع بعض بعد ما تنتهي. بس ذكرنا باسمها. اغنيه علمنا. علمنا. نعم. الفيديو كليب من اخراج المخرج علي بن مطر. نعم. والنعم يستاهل. يستاهل. يلا شباب. بعزك ورفرف يا علمنا، وافرد الوانك على الحر الابيا يا علمنا. هك تعاهدنا وقسمنا كل ما طلع شمس نوقف لك تحيا. يرحم الله من على حبك جمعنا، يحفظ الله شيوخ دولتنا الفتية. يرحم الله من على حبك جمعنا، يحفظ الله شيوخ دولتنا الفتية. هم فخرنا وانت بشموع فخرنا، دام عزك يحفظك رب البرية. من علوث يا علم تعلو نبينا
الله عليك ما شاء الله عليك. شيماء، من الفن الطربي إلى الفن الدرامي، وطبعا مهما اختلف نوع الفن وشكله ويصب إلى أين، كله جسر التواصل بين الشعوب، نتفق. رسالتك كفنانة، تركزين على الرسائل في أعمالك ولا يهمك الدور أكثر؟ شوفي أنا مو بس كفنانة في دور يعني في التمثيل أن أركز على الرسائل، أنا مو بس أنا عندي يعني غير التمثيل، لأن أنا التمثيل مجرد أمثل دور أقرأ يعجبني أشتغله، مش فكري أنا، مو بأسلوبي، مو بحياتي. أنا عندي منبر يهمني يعني كثير، تويتر أنا أكتب فيه عن وجهة نظري في أمور كثيرة اللي تصير يوم بيوم. أكتب في تويتر، أكتب في إنستغرام، يعني ساعات مثلا الناس تتملل تقول ليش تكتبين هالطول، بالذات في إنستغرام. يعني أنا أشوف الكل يستعرض بالإنستغرام. أوكي، أنا إنسانة ما أحب وايد أستعرض. يعني أنا بديت من سنة 88 وأنا طفلة، ما شاء الله عليك. فلو أنا بستعرض من ذاك الوقت للحين كان يعني سويت مشكلة في الكمبيوترات كلها وفي النت كلها. أنا وايد أختار الأشياء اللي أكتبها، يعني أنا وايد تهمني قضية المرأة. وايد يهمني موضوع كبار السن، ما شاء الله، وهذا الموضوع أنا وايد أركز عليه في كتاباتي، سواء كان في تويتر ولا إنستغرام. وايد في الطاقة الإيجابية، كوني أنا يعني خريجة علم نفس، علم علاقات عامة وعلم نفس، يعني درست تخصصين. فدائما احنا دورنا كفنانين نبعث الامل في الناس. صحيح. بعيدا للاسف الشديد. صحيح. مؤخرا انا ضد الاعمال اللي يكون كلها حزن، لان هذا الشيء نفسيا ياثر في المشاهد. كافي كلنا ضغط سكر، خاصه بالنسبه للفنان لانه قريب من المشاهد فيتاثر. بالضبط، يعني انا مثلا لو اشوف نسبه متابعيني جمهوري اغلبيته كبار بالعمر متقاعدين. اوكي، او نسوان كبار بالعمر او اطفال مراهقين. الشباب مو غالبا ما يشوفون التلفزيون. صحيح. فانا صحيح. عندي ذيلة مساكين، انا احط لهم كلها اكتئاب اكتئاب اكتئاب، انجلطة وماتوا. لا احنا ما نبى اكتئاب شيء، ما نبى فرحه، فرحه الامارات. وعلى على هالطار بنشوف حتى فرحه الناس خارج استديوهات، وبنرجع بعد مع صاحبه طبعا الرسائل. بنرجع معها، بنرجع بنروح الحين في تغطيه بعد خاصه من قناه الظفره، ولكن خارج استديوهاتنا فرحه اخرى مع الزميل ايمن مصبح من القريه العالميه. مرحبا يا ايمن. ايمن وين صوتك؟ اشوفك بس صوتك وين؟ بخير، وحياكم الله معانا في الله النقل المباشر على شاشه قناه الظفره، واللي فعلا يعطيكم العافيه على المجهود الكبير اللي تقومون به في الاستديو. ونحن حاليا في القريه العالميه اللي يجوب فيها الكثير من الفعاليات، واللي تكون فيها الكثير من الفعاليات اللي تغطي جميع القرى اللي متواجده في القريه العالميه. الكل اللي يقول الله يا دار الزايد محلاها، وفعلا اليوم تجملت القريه العالميه بالكثير من الفعاليات اللي الجميع يرفع علم دوله الامارات، يرفرف عاليا خفاقا، والكل يتغنى في دوله الامارات من الفرحه. العيد الوطني واليوم الوطني 43 لدوله الامارات العربيه المتحده. الكثير من الفعاليات اللي موجوده في القريه العالميه، كل وحدة من الفعاليات تعبر عن الفرحة اللي في قلوب الناس اللي متواجدين في القرية العالمية. تو انتهت تقريبا بعض الفعاليات، مثل فعالية القرية الكويتية اللي تغنى فيها الشعب الكويتي بالتهاني والتبريكات لأصحاب السمو وأصحاب أولياء العهود والسعادة اللي موجودين في دولة الإمارات وللشعب الإماراتي. والكثير من الفعاليات أيضا اللي ممكن أن لا تزال تستمر أو مستمرة لحد الآن، اللي تقريبا بنحاول أن ننقل هاي الصورة عندكم في الاستوديو. الكثير من المشاركات اللي تينا تقريبا قالوا أن يرفعون أسماء آيات التهاني والتبريكات لأصحاب السمو والشيوخ بهذه الأيام اللي اعتبرها الكل أن أيام اتحاد وأيام قوة وأيام فرحة للشعب الإماراتي. الشعب القطري أيضا جاء وهنأ وأقام بالأهازيج والأغاني والحركات الفلكلورية، الكثير من الأغاني اللي تتغنى باليوم الوطني لدولة الإمارات. نحن حاليا موجودين في القرية الكويتية، والقرية الكويتية لا تزال أمامها الكثير من الأغاني تقريبا، ولكن بتوقفون للحظات. ولكن الزخم اللي موجود في القرية العالمية حاليا
اللي ممكن نشوفه أو نتابعه مع بعض، ما في قدم أو قدمين تقريبا يقدر الواحد يمشي، والكثير من الفعاليات اللي تشوفونها حاليا خلي الكاميرا تراويكم مصداقية الصورة اللي نحن فيها واللي تتواجد فيها القرية العالمية، من المسرح إلى القرى اللي تشوفونها مثل القرية الإيطالية والقرية الأسبانية إلى الماليزية والأفغانية. كذلك هناك وصلة بتكون إن شاء الله في غضون تقريبا سويعات قليلة من القرية الصينية، واللي أكيد بيقدمون فيها بعض الحركات الفلكلورية وبعض الأشياء اللي ممكن أن تكون واجهة للاحتفالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكذلك أيضا الكثير من الفعاليات على المسرح الرئيسي، والنافورة اللي ترقص اليوم أيضا فرح وتتغنى بالعلم الإماراتي لدولة الإمارات. خلونا ننتقل بعد للكاميرا حاليا ونشوف هذه الفعالية اللي موجود فيها، اللي هي النافورة اللي بدأت فعالياتها حاليا مشاهدينا، اللي تكون تقريبا وراي اللي نقدر نشوف فيها الكثير من الأغاني اللي تتغنى في دولة الإمارات. أخلكم مع الصورة لثواني وأرجع لكم مرة ثانية مشاهدينا. إذا مشاهدينا نحن حاليا متواجدين أمام هذه الفعاليات الكثيرة والعديدة اللي تتابعونها وتشوفونها معنا في القرية العالمية. هناك عروض أخرى بتكون في المسرح الرئيسي في القرية العالمية. نحن نتمنى طبعا أن ننقل لكم هذه الفعاليات اللي موجودة في الساحات المليئة والمكتظة بالناس. إلى هنا أكيد أرجع للاستوديو مرة ثانية مع الزميلة خديجة والزميل طبعا في الاستوديو الزملاء الأعزاء. طبعا أنا لا يحضرني لأني يمكن ما أسمع الكثير من الكلمات أو اللي تحدثون فيها، ولكن أنا في هاي اللحظة أقول لكم هي فرحة عارمة. أرجع لكم للاستوديو لاستمرارية الفعاليات من استوديوهات الظفرة. يعطيك الف عافية زميلنا أيمن مصبح، وحاسدينك نحن يعني حظك على هالأجواء. أيوة بس نحن بعد عندنا نجوم موجود عندنا في الاستوديو، طبعا فنانة شيماء سبت والفنان عبد الرحمن الجنيد. برجع لك فنانة شيماء، مشاركات فعاليات لدولة الإمارات بمناسبة اليوم الوطني، مثل شو شاركتي؟ قلت لك احنا كنا اصلا مدعوين حق معرض قلعة الرمال. نعم. وكان يعني مساندة شبه كلية للمرأة الإماراتية. يا سلام. في إبداعها، في تصميمها. نعم. في صنعها لدور الأزياء والأناقة والمكياج. نعم. شفنا أشياء جدا جميلة ما شاء الله عليهم، بنات موهوبات، وفعلا هالخطوة حلوة لكل مرأة يعني. صحيح. وقلت لك أنا شوية أنصرية حق المرأة، وأنا أنا هالرجال يكرهوني بس إنه يعني أستانس لما شيء يكون أنا أوقف في صف المرأة. تونا كانت عندنا الدكتورة هند وتكلمنا عن المرأة ووقفت أنا في صف المرأة. لا والله كان معرض جميل جدا وإبداعات جميلة. مو بوايد وقف صف المرأة. مو وايد. أحسن في ريال وقفوا يد سكتي هاي خليني أستنزل. طلع الدم البحريني. طلع الرجل البحريني كذي فجأة. أهم شيء هي قالت أن يعني الحرمة إذا كانت في البيت أخير لها أن تربي عيال، أنا وافقتها في الموضوع يعني، فأنا في صف أصلاً المرأة. أصلاً الريايل بدون الحريم سواء في البيت والله برا البيت يضيعون، لو مو ما يسوون. صحيح صحيح. كل اللي قدره ومكانه بس الريال يضيع بدون مرأة. أكيد. فنانتنا شيماء سبت، بعد هذه الفعاليات اللي أنت قضيتيها ويانا في بلادك الثانية الإمارات العربية المتحدة، بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ما أعرف بالضبط بيكون من 16 ديسمبر هو العيد الوطني البحريني. نعم، للبحرين. شو احتفالاتكم بتكون عشان تشجعينا نيكو؟ والله في أشياء كثيرة يعني، أنا ما عندي الـ يعني الـ
انت شو المشاركه؟ والله في اشياء كثيره ما اقدر اصرح عنها، يعني في اشياء حق وزاره الثقافه، في اشياء حق الاعلام، في اشياء يعني شركات مسويتها، بس يعني للحين ما اقدر اصرح عن اي شيء. مفاجات يعني مفاجات بتكون حلوه. نعم. مشاركات فنيه خليجيه وعربيه. نعم. وحتى من دول العالم مشاركينا، يعني احنا الحمد لله قبل فتره كان عندنا بعد مناسبه جدا جميله، وكان يعتبر عرس بحريني. نعم. اللي هو نجاح الانتخابات البحرينيه البرلمانيه والبلديه، شيء فرحه كبيره كانت عندنا. يعني احنا وراكم، قلت لك احنا نلاحقكم بالاحتفالات. الله يدوم عليكم الفرحه والابتسامه والاحتفالات. آمين. ان شاء الله. عبد الرحمن ما شاء الله، انت من حفل لحفل، من حفل لحفل. انا اقول ما شاء الله، قول ما شاء الله، قول ما شاء الله، ما قلنا شيء. ما شاء الله عليك، يعني من الجامعه الى اتوقع مستشفى العين فتره، وبعدين طلعت اتصل بك ادورك، انا طلعت من على المسرح ودور اقول لها ريال وين روح؟ لا والله عنده حفل ثاني. ما شاء الله عليك، خبرنا عن هالاحتفالات ما شاء الله، وانت مطلوب من كذا كذا جهه، مطلوب بالخير طبعا للاحتفالات بالعيد الوطني 43 لدوله الامارات. شو اجاوب يعني؟ قول لي عن احتفالاتك، يعني انت خرجت شو يا اخي؟ اول شيء اقول لك اعوذ برب الفلق، اقرا آية الكرسي المعوذات وبعدين اشهد ان لا اله الا الله. والله ان شاء الله ما بيك شيء، انا عيني بارده، عيني بارده والله، خلاص من نظهر من الاستوديو والله لا اقرا عليك، خلاص امانه قدام المشاهدين. اشرب مي من وراه كذي يدتي، الله يرحمها علمتنا. والله يعني دولة الامارات كلها بتحتفل من اخر 10 ايام في شهر. نعم. نوفمبر، فبدينا احتفالات في جامعه الامارات، كان عندنا اغنيه، اطلقنا اغنيه يا دارنا. نعم. اللي هي من كلمات زايد الميسري ومن الحان فايز السعيد من توزيع فتوح راضي. نعم. بعدها كان عندي احتفال مريت صوبكم في مستشفى العين. نعم. عقب كان في احتفال في ابو ظبي. ما شاء الله. تعرف عبد الرحمن، ما شاء الله نحن احتفالات العيد الوطني كل مؤسسة، كل شركة، كل دائرة حكومية تحتفل بالعيد الوطني، فتلقى الفنان والمطرب والمذيع وال يعني الشخصيات الهامة مطلوبة في هذه الأماكن لتشريفهم في هذا الاحتفال. من الفن كان تمثيل ولا طرب، بنروح الى زميلنا يوسف الكعبي في ابو ظبي، تحتفل العاصمه ابو ظبي باليوم الوطني، اجمل الاحتفالات. معنا زميلنا يوسف الكعبي من الكورنيش في العاصمه. السلام عليكم يوسف، خبرنا عن الاجواء في كورنيش العاصمه ابو ظبي. طيب الحمد لله، اللهم لك الحمد، نشكركم على كل، انه نقول يوم الوفا يعلك تعود، دهور وسنين مطيله تعود بالفرح ومطيب بعود، يفرح بك راعي الفضيله، راعي الكرم والضيف والجود، يلي افعاله كلها جليله. نحن اليوم موجودين حاليا في ابو ظبي في الكورنيش في عاصمتنا الحبيبه، عاصمه العطاء، عاصمه الخير، عاصمه شكلت سبع امارات، شكلت سبع امارات تحت مسمى الامارات. نعم، الامارات اماراتنا الخير، امارات الحب، امارات العشق، امارات الوفاء، امارات عطت كل خيرها في شتى بقاع العالم. اليوم نحن سعداء بالفرحه هذه الموجوده، يشارك فيها الصغير قبل الكبير، وتشارك فيها المقيم مع المواطن، ونشكر اخواننا الخليجيين اللي يونا من شتى دول مجلس التعاون على اساس يشاركونا هذه الفرحه، الفرحه الذي تزرع في قلوبنا محبه القياده، محبه القياده ومحبه رؤسائنا. دائما نحن سعداء في هذه الاحتفاليه الجميله، الاحتفاليه الرائعه. معاي حاليا احمد السعيد حرموس الرميثي، بيقول لنا شو كانت ابو ظبي قبل ولا عاصر ابو ظبي في الماضي وفي الحاضر. مرحبا وسهلا فيك يا ابو سعيد. الله يسلمك، حدثنا يا ابو سعيد شو كانت ابو ظبي سابقا وشو الحين الاشياء اللي عاصرتها في ابو ظبي. والله يا اخي كنا اول عندنا ارتحال من ابو ظبي الى العين، تدري ايام تعب، ولحقنا على الرشاط، اخر الرشاط اللي هو منها، وبعدين السيايير كان المقطع شو المد والجزر في البحر، نقطع فيه في المد في الجزر، واخرها مدوا لنا الدفن، سووا دفن حسب السيايير، والحمد لله
راحت الاتعاب الاوليه زين، واستمرنا على السرير والحمد لله، والدوله الحين زين قامت وكل الناس تنظر لها من بعيد وقريب، وكلهم فرحانين صغير وكبير زين. الله يطول بعمر شيوخنا، والله يسلم امورهم ويسلم طريقهم ويبارك فيهم كلهم صغيرهم وكبيرهم وشعب الامارات كذلك. تسلم يا ابو سعيد، مذهب لنا قصيده، مذهب لنا بيت، شيء او شيء عن التراث اللي حدثنا بالتراث. نحن ما بنكبرك وايد ابو سعيد، بس انت ما شاء الله عليك عاصرت الفترتين، فتره الاتحاد والفتره الحاليه، مذهب لنا شيء قصيده تحكي الفترتين يا اللي هي عن ال عن الماضي زين، والبداوه وكل شيء فيها، وهي تفسر بالامور. شو قلنا في مطلعها ابو سعيد؟ الله يحفظك. هاي تراث، تراث الاجداد. نعم. نحن بنينا البيت من دون اساس ما يصير. صحيح. والاجداد هم اللي قوموا الشيء هذا. والحمد لله رب العالمين، فضل الله مثل حكامنا. تراث الأجداد وطنية من الأمارات العربية، نروي القصة اللي هي نروي الأحداث بجدية، هذه منا الوصية، أبو خرخاش يا خوية أنت مني يوفية، لك الروح شرقية ودمك في الخفية، إذا ظهرت شوية على الشاشة المرية، تروي القصة اللي هي من التراث الشعبية، كلهم حولك نشمية وانت زعيم ذا الغية، تروي علوم اللولية للشباب وبنية، والشواب المعنية أهل البحر والبرية، هم الساس القوية من الأيام اللولية، ليشاف التراثية يجر الشوق بحنية، يذكر الغوص وأخوية والمحار المرمية، يغوص والغوص اشجية صبح وبعد الظهرية، ما فيها رحمة مهتية ولا بندر ولا درية، ماء وسماء في محمل خشابية، يقزر فيها بشهرية، كل يفلق عدنية ويدعو ربه بعطية، من الدانات الفردية من المحار البحرية، هذاك زمان الشطية ويذكر الرجل في حيه. بعد القفال نكسية، يبغون الديرة الحية، يبغون العين قيضية على رطبات وكسيفية، والليوة بالمثالية وعلى رطب دباس غيطية، الغيط اللي هو النخل في بطن النقل، وسوالف بعد العشية، كل مرتاح في حية على عرقوب حدبية ويلفح هبوب الجنوبية، أهل البر على مطية وعيشته مهنية، حليب الصبح وعشية يرد الجوع ليفية، وتمرات مخفية في راب خوصية، ياخذ منها بكفية ويحفظها عن الترابية، إذا أصبح في الصبحية يحمس بنا شوية ويلقمها بهيل وبنية في دلة سيلانية، ويتقهوى بشراغية على تمرات وحليبية، ويسرح ذودة في الفية، ويرعى عشب رملية، ويشل بشلة بدوية بتغرودة ربزية، أصالة فيها عربية من التراث الوطنية. التراث الوطنية. جزاك الله خير يا أبو سعيد، وصح الله لسانك وسلمة أناملك. نحن نقول شكلك مذهب قصيدة ثانية بعد يا أبو سعيد. هذه عن الهوية، الهوية تفرز بين الناس، اللي هي تطور يعني دمج الهوية. نعم تطور، هي اللي شو البطاقة فرزت بين الناس كلها وتعرفك على الشخص. أدي سلامي بيمنى يدي تحية للي نشاها، وسووا لنا بطاقة هوية، مشكور اللي أمر ورعاها، تفرزك الهوية بين الهوية، تحمل فيها كل اللي نباها، وشبابنا عليها رعية، من وصلت لبولك نداها، تنجز المعاملة بالوحية ولا تكدر نفسك تراها، هويتنا أصغر من كف يديه، جدمة حلت لك دعواها، البنك مع الدوائر الحكومية وحتى المراكز واللي احواها، صارت الهوية رمز الهوية، الأمارات كلنا لها فداها. وسلمتك. صح لسانك يا أبو سعيد، وجزاك الله خير، ونشكرك على تلبية الدعوة والمشاركة هذه، وتسلم والله يطول بأعماركم، وأنتم الناس المؤسسين والمساهمين، الله يجزاك. الحمد لله رب العالمين، وجزا الله شيوخنا من صغيرهم وكبيرهم، أولا رئيس الدولة الشيخ خليل بن زايد، والشيخ محمد نائبه بن راشد، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وشعب الإمارات كلهم.
الله يحفظك يا ابو سعيد ومشكور. عندنا مشاركه هني بنت صغيره تبي تشارك ويانا واصرت انها اللي تكون موجوده ويانا. شو اسمك؟ يمنى عبد الله. يمنى عبد الله موجوده في الكرنيش وما شاء الله عليها صار لها فتره موجوده تقول الا ابى اظهر لايف، شو تبين تقولي؟ ابى اغني السلام للمقلب. يلا. ابى الكل يغني وياي. يلا بتغنون وياها؟ يلا. عيشي بلادي عاش اتحاد إماراتنا، عشت لشعب دينه الإسلام حده القرآن، حصنتك بسم الله يا وطن. بلادي 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 ما كان إلهي فوق السماء، أقسمنا أن نبني ونعمل، نعمل نخلص نعمل نخلص مهما عشنا، نخلص نخلص دام الأمان وعاش العلم يا إماراتنا. درب 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 دين الإسلام يا معاد معاد أنا بحكي. حصنتك بسم الله يا وطن تسلمون. على كلنا إخوان المشاهدين أعطيكم الصحة والعافية، ونشكر المشاركين الموجودين، المشاركات كثيرة والكل بيشاركنا الصغير والكبير، ولكن حاليا نطلع للاستديو في أبوظبي وإن شاء الله انتظرونا الساعة 9 بيكون ألعاب النارية في كورنيش أبوظبي. مع السلامة. شكرا لك زميلنا يوسف الكعبي من العاصمة أبوظبي على كورنيش أبوظبي وهالأجواء الطيبة والأطفال اللي يغنون عيشي بلادي وهذه الأهازيج والأفراح والقصايد اللي ما شاء الله الناس قاعدة تعدها في يوم الإمارات الوطني 43. يوسف الكعبي عنده أطفال يغنون، احنا عندنا عبد الرحمن جنيد يغني لنا. ما حد أحسن من حد. شو بتسمعنا؟ نسمعكم نقول لا تذكرني بحبك يا غناتي. الله. الفنان الكبير فنان الإمارات الأول ميحة حمد. ميحة. لا تذكرني بحبك يا غناتي، لا تذكرني بماضيك الجميل، في صدى ذكراك بقزر حياتي، مستحيل أحب غيرك مستحيل. لا تذكرني بحبك يا غناتي، لا تذكرني بماضيك الجميل، في صدى ذكراك بقزر حياتي، مستحيل أحب غيرك مستحيل. شفت البهاتي وانت لي في مقلة عيوني نزيل، انت عمري وانت اغلى ذكرياتي، وانت في قلبي ولا غيرك خليل، انت عيني لي بها شفت البهاتي، انت لي في مقلة عيوني نزيل. لا تذكرني بحبك يا غناتي، لا تذكرني بماضيك الجميل، في صدى ذكراك بقزر حياتي، مستحيل أحب
بغيرك مستحيل. مستحيل احب غيرك مستحيل يا بلادي يا الامارات. اي والله. عبد الرحمن، يوم تغني اغنيه وطنيه او عاطفيه يختلف شعور الفنان؟ اكيد طبعا. كيف شعور خبرني؟ كل 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 قصيده وكل اغنيه، يعني الاغنيه الوطنيه يكون لها روح وطنيه، يوم في القصيده يوم تحسين كلمات قوية، الكلمات تحس انك واحد من ابناء هالوطن. في القصيده العاطفيه يعني تتذكر مواقف صارت لك، سبل بعينك شويه انزينك مواقف مرت على الفنان. اكيد اكيد. غنيت العاطفي وغنيت الوطني، هل في اغنيه اجتماعيه ممكن تغنيها تناقش او تحل من مشكله موجوده؟ تحمل رساله يعني. تحمل رساله. انت شليت الموضوع من عندي. انا ان شاء الله يعني اقرا الافكار يعني. تقرا الافكار. خطير والله اني خطير. خطير خطير خطير. ان شاء الله عندي مشروع اغنيه اجتماعيه. نعم. خليه مفاجاه ان شاء الله. ما بتقول لها عشان يكون اكسكلوزيف لقناة الظفرة، حصري ان شاء الله. طيب اول ما يكون العمل ان شاء الله جاهز. نعم ان شاء الله. خلاص لو بمسج انا على طول، بس خبرني وانا سي ان ان على طول تراني بعدك. طيب ان شاء الله. فنانة شي، ما تحسين في الخليج بشكل عام ان استطاع الفن انه يوصل رسالته من خلال الاحتفاء بالوطن ولا بعده؟ في وفي فهمي يعني. شوفي مؤخرا احنا في ربيع عربي صرنا يعني، قبل كان الوضع امان، ما حد كان يتكلم كثير يعني، حتى لو كان في مسجات عن الوطن كانوا يذكرونا باشياء من يعني بسيطه. نعم. لكن بعد الربيع العربي من 2010 صارت في نقله كبيره في سيستم وبرامج الوطن العربي والخليج. يعني قبل مثلا الياهل ما يعرف ايش قاعد يصير، ما يعرف ايش يصير. الحين حتى الياهل يعني، وكان في جمود حتى اخبار ما يشوفون. الحين تتفاجئ الياهل اللي عمره 8 سنين 9 سنين يشوف الاخبار يقول ها الرئيس الفلاني صار شنو، في الفلان الفلاني صار في كذا صار في كذا. صحيح. يعني مرينا بعاصفه عربيه خلتنا نتمسك ازيد بوطننا، نحب وطننا اكثر، تبين مواقفنا. كان في حب من زمان، كل واحد عنده حب لديرته، بس هذا الحب كان يعني هذا اللي صار لنا مؤخرا هو الامتحان اللي طلع مقدار حبنا لبلدنا. صحيح. يعني طلع يعني، وحتى في الخليج يعني كنا قبل دائما نقول نبي وحده خليجيه، نبي وحده خليجيه ونسكت، نبي ما اعرف شنو ونسكت. لكن بعد اللي صار مؤخرا لا، صارت الامور جاده اكثر. نعم. في خطوات اكثر واكثر واكثر، في مواقف كبيره برقبتنا هني بالذات احنا عندنا في البحرين. نعم. يعني لكل دول الخليج بين تماسكنا اكثر. اكيد. فهذا الشيء الحلو. اكيد نحن خليجنا واحد. عسبتشي سالتك هذا السؤال كفنانه، وبما انك ذكرتي الحب فبنشوف الحب وصوره بعيون الناس قاعدين يحتفلوا الحين معانا بعد في القريه العالميه. فمره اخرى نقلتنا الى دبي دار الحي مع ايمن مصبح. مرحبا يا ايمن، كيف الاجواء؟ حضر لنا فعاليه سمعت. مساكم الله بالخير، حياكم الله طبعا. ونحن موجودين حاليا في القريه العالميه مثل ما خبرناكم قبل شويه، والصراحه يعني انا ابغي احبكم في الاستوديو ولجميع المشاهدين متابعي قناه الظفره وبرنامج فرحه الامارات. اكيد هاي فرحه عارمه موجوده في دولتنا الحبيبه، واكيد الكثير من الفعاليات اللي اعتقد ان ما نقدر ان نوفيها حقها ونغطيها بشكل عام او بشكل شامل، ولكن مثل ما تسمعون الاغاني والاهازيج الشعبيه اللي تتغنى في ربوع دولة الإمارات العربية المتحدة من صغيرهم لكبيرهم. رسالتنا طبعا موجودة من القرية العالمية، وحاليا على المسرح الرئيسي بيكون الفنان عبد الله بالخير في أمسية جميلة جدا يتغنى فيها بأغاني لدولة الإمارات العربية المتحدة في يومها الوطني 43. أنا متواجد طبعا في القرى، من قرية إلى قرية، كل ما أدخل
احصل ان الدخون موجوده، واكيد الكل يهني بمناسبه اليوم الوطني لدوله الامارات، ولكن اللي جذبني في هذا الموضوع ان بعض الفعاليات من الدول الموجوده في القريه العالميه مثل الدوله الاسبانيه ولا مثلا احد الدول الثانيه من مملكه تايلاند ولا من الهند، الاحظ ان كلهم لابسين الوشاح الخاص في دوله الامارات، ما في حد في القريه العالميه زميلتي خديجه موجود الا ما محطي شعار رئيس الدوله واصحاب السمو حكام دوله الامارات، الله يحفظهم جميعا، وفي نفس الوقت ان شعار او لوجو الاتحاد اللي موجود على صدور جميع الناس اللي متواجدين في القريه العالميه، جاليات عربيه موجوده، جاليات اجنبيه موجوده، والكل يعني الاحظ انه موجود ويشارك في هذه الكرنفالات الاحتفاليه بشكل عام. صدقيني يعني مهما وصفت لك تقريبا الفعاليات اللي موجوده ما بنقدر نغطيها كلها، ولكن اتمنى ان تشوفون ان الولاء لا يزال موجود في دوله الامارات، وعندي بس رساله اختم فيها رسالتي تقريبا من القريه العالميه في دوله الامارات، وعندنا شاب صغير تقريبا او طفل صغير حب انه يشارك في هذه المناسبه السعيده بالقاء قسم الولاء اللي ربى عليه واللي ربوه عليه اهله وزرعوه في صدوره حتى يلبي نداء الوطن في لحظه من اللحظات، خلنا نستمتع ونسمع القسم واللي ايضا بختم فيه لقائي معاكم ونرجع لكم للاستديو مع الزملاء خليفه وزميلتي خديجه، نتعرف عليك. شو اسمك؟ محمد احمد محمود. محمد احمد محمود، محمد شو عندك اليوم؟ قسم. القسم ممكن تقول لي اياه؟ أكون مخلصا في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها ونحافظ على أمنها وسلامتها وأن أكون مطيعا للدستور والقانون وأن أؤدي واجباتي بالصدق والأمانة. ممتاز ما شاء الله عليك يا محمد وما شاء الله عليك ما قصرت. وشو الشعار اللي تو سويت لي إياه بالنسبة للشعار اللي هو نصر حب فوز؟ شو الشعار اللي سويته تو؟ هذا منو سواه؟ الشيخ محمد. الشيخ محمد بن راشد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله طبعا اللي سوى لنا نصر فوز وحب، والكل طبعا في القرية العالمية اليوم في الفوز والمحبة والنصر والحب في هذه الاحتفالية والتغطيات المستمرة في إمارة دبي. إذا رسالتي كانت من القرية العالمية في إمارة دبي، أتمنى أني أكون وصلت أو وصلت تقريبا هذه الرسالة إلى مشاهدي ومتابعي برامج قناة الظفرة. أرجع لكم زميلتي خديجة وزميلي خليفة في تغطيتنا المستمرة للأحداث والفعاليات اللي موجودة عندنا في دولة الإمارات. إليكم الكلمة. يعطيك ألف عافية يا أيمن، وأكيد ما قصرت، وإن شاء الله بنرجع لك مرة ثانية إذا عندك فعاليات. حب لي هذا محمد الصغير ما شاء الله عليه الله يحفظه طبعا لهلا. نرجع طبعا لاستديوهات الظفرة وفرحة الإمارات مستمرة معانا دوم.